السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا دايما بألف خير. أسأل الله لكم الخير كله عاجله وآجله. أسعار الدولار اليوم السبت 14/1/2023، هنتعرف على أسعار الدولار في البنوك والسوق السوداء وأسعار تغيير العملات في البنوك المصرية. سجل الدولار اليوم 29.55 جنيه، الريال السعودي سجل اليوم 7.87 جنيه، الدينار الكويتي سجل اليوم 96.75 جنيه، بانخفاض خفيف عن امبارح واول امبارح. الدرهم الاماراتي سجل اليوم 8.04 جنيه، الجنيه الاسترليني سجل اليوم 36.06 جنيه، اليورو سجل في البنوك المصرية 32.04 جنيه. اسعار الدولار في السوق السوداء طبعا ارتفاع اخر، شراء 32.70 جنيه، والبيع 33.95 جنيه. أنا بشكركم دايما وجودكم في قناتي شرف ليا، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسونا بلايك واشتراك، جزاكم الله خيرا.